صدق أو لا تصدق. تفضل أحكي. المغرب هو منقذ العالم بأسره. يا إما هو منقذ البشرية. قال الشاعر بيش الله أعلم. شوفوا معايا يا الجزائريين ولاحظوا مليح، يعني لاحظوا مليح، عندنا صورتين في زوج جايين من عند نفس الصحيفة واللي هي صحيفة هاسبراس. هذه الصورتين يتكلمون على أنه المغرب دار اتفاقية تاع تعاون نووي مع روسيا. الله يبارك، تشوف كيما هكذا خبر تقول هذو خلاص هربوا، هذو طاروا، هذو داروا كلش. لكن الغريب في الأمر أنه التاريخ معكوس. تقولوا لي شرف الدين كيفاش التاريخ معكوس؟ إيه التاريخ معكوس، يمشيوا بالعكس، يمشيوا بالعكس. هذو الناس تاع المملكة العجيبة صادقوا على الاتفاقية في 2022 12 أكتوبر واقتربوا من المصادقة عليها وقتاش؟ قبل نهارين. على بالي ما فهمتوهاش، تخلطت لكم. خلي لايك دوك نكمل نفهمك مليح مليح فواش راهو صاري على مملكة بوزبير. او قالك جابوا لنا النووي، هم حابين يحتلونا بالنووي. يا الجزائريين ديروا حسابكم، ديروا حسابكم، هي تخلطت. قال الشاعر باش الله اعلم. شوفوا معايا مليح في هذه الصورة، شوفوا مليح في هذه الصورة، دقيقة نحيو هذه نجيبو هذه. قالك افادت وكالة طاس بان الحكومة الروسية صادقت على اتفاقية التعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية، لكن طاقة نووية سلمية. لكن باينه هي كيقول لك طاقة نووية، في بال المغربي الحرب نووي كذا، ما يفهمش ما يفهمش، حابس. نعم انها المخدرات. حمار حابس في الاولى ابتدائي، اي الاولى ابتدائي وما وصلهاش. وشوفوا التاريخ مليح هنا وقتاش، 12 اكتوبر 2022. ما عليناش، نجبدوا هذه الصورة هنايا، نديوها نجيبوا الأخرى ونزوميوها. فوالا، أفاد معهد الشرق الأوسط بواشنطن بأن المغرب صار أكثر قربا نحو التعاون النووي مع الاتحاد الروسي. وقتاش؟ عندها نهارين. أوه سبحان الله، فهمتوا الآن علاش عاكسين التاريخ. بصح على بالي مازال ما فهمتونيش يا الجزائريين، بكل بساطة باش تعرفوا بلي الخبر هذا خرقي في طرف خبز، باش تشوف شحال راهم يجيبوا الوقت بالشعب تاعهم، يعني بشكل حقير جدا. وما كانش الصحف يعني العالمية اللي تتكلم على الامر هذا، الا الصفحات تاع المغرب، الا هاسبراس، وبالطبع المراركة. ومن بينهم شكون؟ الناشطون على المراركة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمسوا وقلك خلاص جانا النووي، رغم أن النووي كيما على بالكم ما يمدوهش ليجا، نحكي على النووي تاع الحرب، لأنه كاين نووي يستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهما ما عندهمش تريسيتي حابين زعما يديروا النووي، فهمتوا كيفاش؟ لكن عند المغربي النووي معناته الحرب. إيه شوفوا مليح، هذا السيد أعلن علينا الحرب خلاص، قال لك النووي فيها ما كانش كيفاش. ادخل نادي الدول النووية يا إما. والجيش الجزائري يتراجع. شكون جاب هادشي موديلان؟ هذا راهو ناقص في التمثيل. خبر ثقيل جدا لكيبين القيمة ديال المملكة المغربية، وكيبين كيف تشق طريقها وسط الكبار. قال الشاعر باش الله أعلم. المغرب الآن يستعد رسميا لإنشاء محطة نووية. راكم تسمعوا يا الجزائريين، يتحدث عن انتاج يعني محطة نووية كشغل كشغل ما كاين والو. ديروا في حسابكم بانه امريكا باش وصلت الى القنبلة النووية واللي هي كانت اول قنبلة نووية في العالم، شحال عينت؟ عينت 100,000 عالم، 100,000 عالم. ايا قول لي برك يرحم باباك، شكون اللي راح يعينوا في المغرب؟ شكون الشطاحة تاعكم؟ ها تاع روتيني اليومي؟ بركانة بركانة، كمل كمل. لا نبالغ هنا، هذا ماشي شائعة. ايش ما راح نموتوا في جوج؟ حبسنا. ماشي بروباغندا فارغة. جهنم خالدين يا خويا يا خويا. بل نتحدث عن خبر رسمي. ما حطينا راسنا في القبلة يا خويا يا خويا. الجميل في الأمر هو أنه من يدعم هذا الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية.
شفتوا يا الجزائريين يعني حجم التفاهة تاع المغربي؟ ها كيفاش ربط خبر اللي ما كانش منه خلاص، واثبتنا هذا ذلك يعني في بداية الفيديو بالجيش الجزائري، وبانه خلاص الجيش الجزائري هرب من الحدود وانه راح تصرى الحرب. اني قلت لكم القنبلة النووية باش تم انتاجها ضربت سنوات وسنوات وسنوات باش خرجت، وخرجت عن طريق الصدفة. يعني قاعدين نديروا في تجارب نووية كيما كاع الانشطار وكذا والاندماج تاع النواة، حتى خرجوا في انه هذا الشيء يدير انفجار عظيم. لكن الانفجار ولا الانشطار اللي صرا في راس المغربي باللي روسيا جات وقتلوا هاك القنبلة النووية هاك فجر بها الجزائر، هكذا الخيال تاعو الواسع الشاسع. يا السلاح النووي ممنوع في العالم كامل، ما كانش لي يستخدم السلاح النووي حتى اللي عنده السلاح النووي. ما عليناش الجزائريين، ما زال ما شبعتش وما بردتش قلبي في هذاك الخانز الفايح، وانتم ثاني على بالي ما زال ما بردتوش قلوبكم. اما لا جبت لكم فيديو باش نعت لكم يعني هذا الجيش اللي راح يستخدم السلاح النووي كيفاش مخدوم، هذا الجيش اللي ما عندوش تاريخ اصلا، اللي جام يهز سلاح، اللي جام يهز سلاح كيما رجاله، ما كانش عندكم راجل يا المراركه. حبيتوا ولا كرهتوا هذه الحقيقه لازم تتقبلوها. شوفوا مليح الفيديو هذا، شوف فاز. Et alors, est-ce que tu souffrais quand tu étais petit de la colonisation française? Est-ce que c'est... Ben, tu sais, on n'a pas eu de colonisation chez nous. Enfin, on a eu le protectorat. On a eu le protectorat. Ouais. On a eu des petits trucs, des petits incidents, des petites histoires avec mes amis français qui m'ont connu petit, fort. Quand il y a eu les problèmes entre la France et le Maroc à la fin du... هذا وزير مغربي. أكم تشوفوا وزير مغربي يصف الخيرانسيين بأنهم أصدقاؤه ويعترف بلي أنه ما هزوش السلاح خلاص. خلونا من أنه الخيرانسيين أصدقاؤه، لأنه هذيك باينة يا جزائريين بلا ما نحكيه فيها خلاص، لكن ما هزوش السلاح. لا هو ما قال لك هزينا السلاح يا أخويا. شوفوا العيوب تاعكم السبعة. شوف بروتكتورات تو بارتيسيبي على لوت ارمي؟ نو اون جامي يو دو لوت ارمي، تي تري تري بو، سي دي بيتي دي بيتيت بالا غوش يا دروات. Mais c'était vraiment du... C'était ni le Vietnam, ni l'Algérie. C'est une des colonies. ويمد يعني أمثلة بالجزائر، لأنه على باله الجزائر بلاد تاع السلاح، بلاد تاع البارود. ها؟ شفتوا كيفاش؟ هذا الشعب منحط. ها؟ عايشين غير في الأوهام والخيال والنووي. النووي حكاية جديدة جابوها. Organisation cool quoi. Ah oui, parce que la police française c'était des amis français, mais ce n'était pas la colonisation, c'était vraiment une incompréhension. Et nous sommes fiers de parler du protocole. سوء تفاهم برك، سوء تفاهم. هذه هي، هذا مكان يا الجزائريين. علاش؟ اخ فرنسا جات دخلت عندهم يعني سوء تفاهم برك. شغل كانوا ماشيين في الطريق قال لك هيا نفوتوا على البلاد هذه نديوها. حبيبنا قال لك سوء تفاهم، هيا درك وش الدير، يرحم باباكم وش الدير، مش الواحد يخبط راسه على الحيط. دورا فرنسي باسكو لو ماروك ا توجور ايتي ان بي انديبوندون، سي ان بي كي نا جامي ايتي كولونيزي دو تو لي بي دو موند عرب اي افريكان، سي لو سول بي هي توجور غادي سون انديبوندونس. شفتوا يا جزائريين، نورمالمون دركا برد قلبكم وعرفتوا باللي هادو الناس ماهمش تاع حرب، وهادو الناس ما يفهموش في الحرب، ما يفهموش واش معناته السلاح النووي وغيرها. والله ما فهمتش، عندهم بزاف دكاتره، يعني كل يوم يخرج دكتور جديد، يعني يكتب دكتور فلاني ويخرج يسب الجزائر. بصح مازال ما عرفوش واش معناته السلاح النووي، واش معناته القنبله النوويه، واش الفرق ما بيناتهم. الفرق بين النووي واستخداماته المختلفه، لانه النووي يستخدم حتى في علاج الامراض. ما خموش في هذا الشيء، لكن هما الله غالب حابسين سمعوا كلمه النووي والخبر اللي ما كانش منه اصلا، وراني بينت لكم باللي ما كانش منه، باللي جايبينها من 2022. قال لك خلاص رانا درنا الاتفاقيه، وهذاك العام ثاني نشفالهم داروا حاله على السلاح النووي. في 2023 مش قال لك خلاص درنا الاتفاقيه؟ واكون قالوا خلاص درنا الاتفاقيه، هما لا خرجوا وقال لك اي قريب ان شاء الله الاتفاقيه. كيفاش انت في 2022 تقول لي خلاص ودرك اي قريب؟ هذو شعب درك، هذو شعب والله غير رانا متونسين بيكم،
الجزائريين كامل راهي متونسة بيكم. الأغلبية اللي راهم يدخلوا للقناة يتفرجوا باش يتونسوا بيكم، باش يشوفوا يعني الفيديوهات هذه ويضحكوا، والله يضحكوا. قولوا لي في الجزائريين في التعليقات تضحكوا ولا لا كي تشوفوا الفيديوهات هذو تاعهم، ها تضحكوا، ما تتقلقوا، ما هم يحزنون، وانما نضحكوا نتونسوا بكم. شكرا اللي راكم في حياتنا، والله راكم فاجين على قلوبنا، والله وين نحب نضحك ندخل نتفرج على مغربي يتكلم ولا مغربي يحلم عايش في الوهم والخيال. يا ودي بركاكم بركاكم، السلاح نورمال ما عندكمش، الماكله نورمال ما عندكمش، راكم رايحين للسلاح النووي، رايحين الحاجة كبيرة عليكم بالبزاف. نزيدكم هذه الحاجة برك ونحبسوا الفيديو. شوفوا يا الجزائريين، تشفوا على الخبر اللي درتوا بأنه المغرب راح يصدر الطاقة إلى بريطانيا، ها هذاك الخبر اللي نشراته ثاني هاسبراس راح يصدر واش الكهرباء إلى بريطانيا، قال لك ثلثي بريطانيا راح نتهلاو فيهم الكهرباء غير هي، ما عليناش هذاك حطوه أكوت. الآن نجيو الخبر الدوزيام واللي هو علاش أصلا الخبر خرج تاع الطاقة النووية، من أجل توليد الطاقة الكهربائية. على بالكم راسي حبس دار بوز، ما فهمتش أنا هذا الشعب كيفاش يخمو. انت يا أخويا مادام عندك الاكتفاء الذاتي وصلت تصدر الكهرباء، ولمن لو كان جا دولة إفريقية معليش، لكن تصدر الكهرباء لدولة بمثل بريطانيا يعني ثلثي يعني تصدر لهم أحجام كبيرة تاع كهرباء، ها علاش تحتاج السلاح النووي، تحتاج الطاقة النووية باش تولد كهرباء؟ نورمالمون هنا تفهموا باللي داخلين في حيط هذو الناس، والله ما على بالهم بجدها خلاص. المهم ما تنساوش كامل اهبطوا لتحت وخليوا لايك قبل ما تخرجوا من الفيديو. رانا ندافعوا عن هذا الوطن، ماناش نديروا في عفسة عيانة. وتحية بلادي وتحية بلادي وتحية بلادي. يا المرة الكاس استعقلوا شوية استعقلوا شوية.